ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن التربية الإيجابية. تربية أطفالنا، أطفالنا أهم حاجة في حياتنا، أهم شيء بنسعى عليه إن احنا نربيهم بشكل لائق وكويس، وإن احنا نقدر إن احنا نحس إن احنا عملنا اللي علينا معاهم. هنكمل كلامنا مع الدكتورة نورهان أمين، مدرس مساعد بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس. اهلا بيك دكتوره نورهان، انت منورانا وانا سعيده بوجودك. ميرسي جدا ليك. دلوقتي احنا ما عندناش الثقافه دي، لسه مش مسيطره علينا. صح. في الاول عايزين نعرف ايه هي التربيه الايجابيه. بصي، هو انا بس عايزه اقول ان الامهات كلها عارفين ان التربيه امر مش سهل، يعني امر مش هين، بس للاسف الشائع انه التربيه دي عند معظم الناس ان هو طالما انا وفرت اكل كويس، لبس كويس، بيت كويس، فانا كده او دخلت مدارس كويسه او وديت بقى، عارف اللي هو الستايل بتاع الحياه، وديت بقى نادي كويس وهكذا، فده بيبقى انا كده ماشي في طريق التربيه الايجابيه، لانه بيبقوا هم شايفين انه ده لايف ستايل الايام دي تربيه ايجابيه. الكلمه بقت منتشره بالظبط. فلا، التربيه مش بس ان انا اوفر اكل وشرب والكلام ده كله، لا، التربيه لازم ان انا اراعي نفسيه الطفل وراعي تكوين عقل الطفل. فالتربية عموما من زمان أمر شائع، لكن مفهوم التربية الإيجابية ده جديد لسه منتشر، ومع ظهور بقى علم النفس الإيجابي، وإنه في إزاي إن أنا أبني شخصية إيجابية، وإزاي إن أنا أكون تفكير وأكون طفل يكون قادر إن هو يتعامل مع الأمور بصورة أفضل، هي من هنا بقى ابتدت تظهر التربية الإيجابية. وعندنا مؤسس التربية الإيجابية هو أدلر، قالك إن التربية هي ان احب طفلي حب غير مشروط. ازاي؟ ان انا مش عشان انت عملت ده صح فانا هحبك، او يا ماما الحب المشروط، اعمل كذا علشان احبك، عشان او لو أحبك. عملت كذا هحبك، او يا ماما هو انا لو عملت كذا هتحبيني. فلا، فالقاعده الاساسيه او المفهوم اللي بس احيانا ما بتكونش مقصوده، بس احنا متعودين على الطريقه دي في الكلام عامه. ما هي دي بقى اللي لازم يبقى فيه درايه ووعي، لان معظم الشباب دلوقتي بيجوا يتجوزوا فمن غير ما هم يكونوا عارفين يعني ايه اصلا تربيه ويعني ايه طفل. يعني انا المفروض اقدم على فكره الزواج، اخد بقى كورسات ارشاد بقى زواجي وكده، طب انا هقدم على فكره الانجاب، يبقى لازم يبقى انا اثقف نفسي يعني ايه طفل، احتياجات الطفل دي ايه، الطفل دوت خصائص، يعني الخصائص بتاعته ايه، وهو في الحضانه محتاج ايه، وهو في المدرسه محتاج ايه، وهو في المراهقه كل محتاج سن ايه، مختلف ليه معامله معينه. بالظبط. فاهم حاجه في معنى التربيه الايجابيه ان الحب الغير المشروط، ان انا اقدم لطفلي رعايه، اهتمام، اقدم لطفلي حب، اقدم لطفلي تشجيع، عشان ده هيثقل ثقته بنفسه، وهيخلي الطفل حاسس ان هو معتمد على نفسه، وان هو مشارك في البيت، مش مجرد ان هو بس بلقنه دوره، لا، ان هو بيشارك وفي دور متبادل بينه وبين اهله. فهي دي التربيه الايجابيه، ان احنا كلنا بنشارك مع بعض بحب، برعايه، باهتمام، بتشجيع، علشان يبقى في ثقه بنفس، يبقى في ان انا صح، الطفل يتربى ان انا صح، عشان هو ده اللي طالع من جوايا، مش مفروض عليا، مش فكرة ان الام والاب هم اللي فارضين الحاجة على غصب عنه، مش لازم هو عايز ايه او حابب ايه، احنا شايفين ان ده الصح وانت تعمله من غير ما تفهم. بالظبط. على فكرة ده كمان مش بيخدم الطفل نفسه، يعني التربية الايجابية مش بتخدم الطفل بس، لا، دي بتخدم الام والاب. ازاي بقى؟ بتقلل بقى من العصبية عند الام والاب. ما احنا هنتكلم ونقول ان التربية الايجابية محتاجة هدوء. اوكي، جامد. وكل حاجة تمسك نفسها شوية، والاصبر عليهم نفسه شوية. انا ام وعارفه ان بيجي اوقات الطفل يبقى مستفز، ويبقى الواحد خلاص اللي هو هخرج عن شعوري، انت بتتفاجئي فيها فتتعصبي غصب عنك، بس هي التربيه الايجابيه، زي ما هي هتربي الطفل فهي هتحسن وتعدل كمان في شخصيتي انا. ان احنا لازم نبقى هادين، لازم يبقى عندي شعور كده ان انا في سلام داخلي، مرتاحه. كمان لو انا يعني كنت مثلا متربيه بطريقه معينه، وبعد كده شايفة ان في عيوب في الطريقة ديت وعايزة احسنها، فده بيديني كده شعور بالرضا عن نفسي ان انا هقدر اعمل ده مع اطفالي باي شكل من الاشكال، وبيعمل علاقة كويسة ما بينهم، وكمان بيخلي ان انا يعني افهم نفسي عشان اقدر ان تتعاملي انا افهم معاهم. اطفالي. طيب دكتور نورهان، ايه الفرق بين التربية الايجابية والاساليب التقليدية؟ بصي، زي ما قلتلك التربية الايجابية مفهوم حديث، لكن مفهوم التربيه بس كان موجود من زمان في علم النفس وعلم الاجتماع.
طيب زمان كان مفهوم التربية ان انا اوفر لطفلي كل متطلباته وكل احتياجاته، ده مفهوم التربية، وان انا يبقى ليا رأي كده انا مربيه كويس وعامله اللي عليا معايا وعامله له كل اللي هو بيطلبه بالظبط. وكمان ان انا يبقى، خصوصا بقى ان في فئه كانت بتبقى فاكره يعني انه طول ما انا كلامي هو ماشي في البيت فانا كده بربي تمام، وطول ما انا بقول ده لا يعني لا او ده اه يعني اه فانا كده مسيطره والدنيا ماشيه معايا تمام، وطول ما هم بيسمعوا كلامي الدنيا تمام. ده المفهوم التقليدي بتاع التربيه قديما بقى اهالينا واجدادنا. ولكن والتربيه الايجابيه، لكن ده بس يعني عايزه اقول ان هو بيطلع اطفال في بقى مشاكل، يعني في مشاكل نفسيه هتطلع معاه، ايه شخصيته منعدمه شويه او حاجات، او بيبقى عنده خجل، عنده انطواء، بيبقى مش قادر يثبت نفسه، ما عندوش ثقه بنفسه. لكن بقى التربيه الايجابيه ان انا بخلي الطفل ليه دور فعال، ليه دور مؤثر، وقراراته هي اللي خارجه منه. يعني اه بس على فكره انا ممكن التربيه الايجابيه يبقى باين ان القرار خارج منه، لكن انا عايزه كده بس هي مقننة على فكرة، يعني هو الموضوع مش متساب دلع يعني، لا مقنن. ده الفرق بين التربية الإيجابية والتربية بتاعتنا القديمة، ان انا لازم ادي اختيار للطفل، ادي حرية في اختياري، يعني الطفل يختار البدايل من اللي معايا، فكده دوت هو احنا ماشيين على الطريقة الإيجابية. لكن ان انا ممكن اتعامل بالشكل، يعني ما ينفعش نعمل ماكس بين الاثنين، ما هو هي ما انا بصي بقى في خلط شائع جدا ما بين التربيه الايجابيه والدلع. يعني ممكن لو تكلمي اي ام كده مثلا مش على درايه ومش على ثقافه بموضوع التربيه الايجابيه تقول لك، وتلاقي مثلا صاحبتها بتقول لها لا لو سمحتي ستوب انا بربيه تربيه ايجابيه، او تقولي لمامتك وباباكي مثلا لو سمحتي يا ماما انا ليا طريقه معينه في تربيتي لبنتي او لابني. ده من وجهه نظرها، فهي تقول ايه بقى انت هتدلعي، انت الطريقه بتاعتك الجديده بتاعت الايجابيه مش تربيه صح، ده دلع. هي مش دلع، هي ان انا بدي مساحه للطفل، الطفل مش لازم يحس انه متقيد. بس اي ام بتقرر ان هي تربي بالتربيه الايجابيه بتعاني من اللي حواليها، ده اكيد ده اكيد. والاهل اللي هما زي ما انت بتقولي التربيه الاساليب التقليديه او القديمه، تلاقي مثلا انت مثلا عامله نظام معين مع الطفل او بتربي بالتربيه الايجابيه والاسلوب وكل حاجه، تلاقي مثلا حد داخل بيبوظ الدنيا. بصي هو انا مش همسك دماغ كل واحد وهقعد اغير معتقداته وافكاره. اكيد. طب في حاله زي دي نعمل ايه؟ في حاله زي دي ان انا تعرضت مثلا لحد بيتدخل في التربيه بشكل سلبي جدا. حلو جدا. انا المفروض ان انا وحد قريب من غير ما نزعله، يعني الام، يعني اللي الام اللي هم بيدلعوا الاطفال بالظبط، الجد والجده دول اكتر حاجه ما تعرفيش بوظ اللي احنا بنعمله طول اليوم. اكيد. هم بيبقوا من كتر حبهم فشايفين ان مش قادرين ان هو يشوفوه بيتعاقب، او مثلا قاعد دلوقتي بيتعامل باسلوب معين. طب ما بيقدروش. ممكن احول الوقت اللي بيقضوه مع الجد والجده ان هو دوت الاسابه اللي يحصلوا عليها، او ان مثلا انت عشان البريك من انت عشان النهارده عملت واحد واثنين وثلاثة واربعة، فمسموح لك ان انت مع جدك وجدتك تعمل اللي انت عايزه، وانا عارفة ان كده كده الجد والجدة هيبقوا اللي انت عايزه في حدود شور يعني. أكيد. بس ما حسش عشان ما يبقاش فيه خطر او يبقى فيه كمان تضاد ما بين تعاملاتي وتعاملاتهم، ولازم انا والاب الزوج لازم نتفق على الطريقه ديت في التعامل. دي نقطه مهمه جدا، ان الاب والام لازم اصلا دول حاجه تانية، يعني دول لازم يكونوا متفقين على كل حاجه. هو ده اللي احنا بنقوله، لازم يبقوا على درايه ووعي ومتفقين على طريق، زي ما بنختار كده لون او الشكل او الديزاين بتاع البيت، لازم نختار ان احنا هنمشي على اني طريق، ولازم الكلام ما يتكسرش. يعني مش انا اخد قرار الصبح وبالليل بقى بابا يجي يبوظ القرار اللي انا اخده، لازم نبقى كنت لسه هقول لك كده، اللي هو لو مثلا الام بتدلع قوي والاب شديد قوي او العكس، في الحاله دي المفروض اتصرف ازاي؟ هي في بقى حالات بتبقى مشكلات محتاجه ارشاد اسري، ان الام والاب يروحوا بقى علاقات هما اللي محتاجين. وفي حالات ان انا لو الاب والام بينهم اصلا توافق فكري، توافق اجتماعي، هقدر ان انا اقعد مع الاب ونقعد مع بعض ونوصل لان احنا نتعامل ازاي. بس ايه هي الطرق اللي اقدر اعتمد عليها في التربيه الايجابيه؟ بصي اهم حاجه واول حاجه ان انا ادي فرصه للطفل ان هو يتكلم ويقول انا موجود، فاهماني، بيثبت نفسه وشخصيته، اسمعه من هو صغير، يعني من وهو من اول ما يتولد، فكره ان انت بتختار، اختار التيشيرت ده ولا ده، نديله في حاجات بسيطه ان احنا بنكون شخصيته. بالظبط. طب الطفل عمل مشكله، اديله فرصه ان انا اسمعه، اسمع ابقى مبينه له ان انا مهتمه جدا
بالكلام اللي هو بيقوله، اخد القرار انا بس احسسه ان هو اللي واخد القرار. لا على فكره هو هياخد القرار، بس هقول لك ازاي بقى فكره ان انا لو هو بقى مش صح، يعني اللي هو اختياره مش صح، او مثلا عايزاه يلبس اللبس ده. طيب هقول لك، انا عارفه ان احنا رايحين النهارده مناسبة في مناسبه معينه، شور مش هينفع البس لبس النادي يعني، أكيد. فاروح مطلعه له اختيارين او ثلاثه من اللي هم مناسبين للمناسبه دي، اللي هو انا موافقه عليهم كلهم، موافقه عليهم بالظبط. فبالتالي انا من جوايا انا ماشيه رايي. طيب لو اثر ان هو يلبس لبس النادي وخلاص عايز يلبس وقعد يعيط بقى وحاجات، هقول لك بقى ما احنا بيبقى قدامنا لازم ابقى صارمه بقى في موقف. انت قدامك ثلاث اختيارات، لو مش هتختار ما بينهم خلاص اوكي انت مش هتروح المناسبه دي، فاهماني؟ مش عايزه اروح. لا هيروح، هيقعد، انت هتتجاهلي، هيقعد يزعق يتضايق ويتعصب ويتنرفز ويبقى متضايق جدا، بس بعد كده هيلاقيكوا ان انتوا خلاص ماشيين، طب خلاص يا ماما انا هلبس كذا. خصوصا ان انا بقول ان التربيه الايجابيه دي بتبقى من سن صغير، هو بيبقى فرحان بالاختيار على فكره. من سن كام تقريبا ابتدي يعني اتعامل مع الطفل؟ اول ما يبدا ان هو هيتكلم ويشاور ويقول ويعمل، يعني سنتين مثلا؟ لا ده من قبل، قبل يعني سنتين. يعني بصي في كمان واي جديد في الـ في الـ في الطرق الايجابيه او في التربيه الايجابيه، كلنا سمعنا عنه بس في ناس كتير ما تعرفش ايه هو، زي مونتسوري مثلا. هي بتقول لك ان الطفل من اول ما يتولد من اول يوم انا المفروض انمي حواسه وانمي مداركه واشتغل على ان هو يبقى شخصيه مستقله. طب دي هعملها ازاي؟ عارفه لما نيجي اقول له ايه رايك تاكل دي ولا دي، هو لسه بيشاور يعني سنه 6 شهور كده، فهيمسك دي، فهو كده اختار وتكون في عقله رغم ان هو لسه مش بيتكلم ان انا اخترت حاجه. ايه رايك تلعب بدي ولا دي؟ ينفع اعاقب الطفل في الحاله اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها، اللي هو انا اديت له اختيارات وهو رافض وزي ما انت بتقولي احنا هنمشي؟ العقاب ان انت مش هتيجي معايا، وفعلا لو اقدر انفذ ان هو ما يجيش معايا اوديه بقى عند جدته، اقعده مع حد من اخواته لو في اخوات، يعني انفذ العقاب ده ينفع في التربيه الايجابيه عادي؟ بصي هي التربيه الايجابيه مش موجوده، كلمه عقاب مش موجوده في التربيه الايجابيه، كلمه عواقب. يعني ايه عواقب؟ اتحمل نتيجه سلوك. فكره العقاب في المفهوم الشائع ان انت لو ما عملتش ده هتتحرم من احنا نروح النادي، لو ما نفذتش ده هتتحرم من لازم يكون في عقاب بس بطريقه مختلفه. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مره تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا مع دكتور نورهان امين. دكتور نورهان كنا لسه بنتكلم عن العقاب، وقفنا عند الحته دي بالزبط. اللي هو لو الطفل انا اديت له اختيارات كتير جدا وهو برده معاند معايا ورفض الاختيارات اللي انا قدمتها له، وفي نفس الوقت انا هديته او قدمت له عقاب، بلاش اقول هديته، دي انا خاف منك والله تقولي لي بقى التربيه الايجابيه بلاش تهديد، مش ههدده، قدمت له اختيارات وهو رفض، انت كنت بتقولي ان انا اقدر ان انا انفذ العقاب وفعلا احاول بقدر الامكان ان انا فعلا اخليه ما يجيش المناسبه او المكان اللي احنا رايحينه. طيب خلينا نقول ان هي تبعا للتربيه الايجابيه اسمها عواقب. عواقب مش عواقب تفرق. العقاب يعني انا مثلا بحرمه من حاجه، يعني زمان كانوا في الكتب بتاعت علم النفس يقولوا ان العقاب مثلا نوعين، نوع مادي ونوع معنوي. نوع مادي ان انا هاخد منه اللعبه مش هيلعب بيها، مش هتروح النادي بكره، مش هتروح الرحله الفلانيه. ونوع معنوي اللي احنا بنرفضه بقى حديثا، سواء بقى اللي هو الاهانه، الزعيق، الضرب، اللي هي الحاجات ده مش تبعنا، او الحرمان من حاجه مثلا سلبيه او كده، ده مش تبعنا بقى. الجديد ايه؟ ان يبقى في عواقب، ان انا اخلي الطفل يتحمل نتيجه فعله. اللي هو مثلا لو سمحت انا بطلب منك تقوم تشيل الهدوم اللي مش نظيفه ديت في سله الغسيل، بس طبعا في حدود يعني الخطر، يعني مثلا لو هو مش هيعمل حاجه خطر او مش هيأذي نفسه. طبعا انا بتكلم في الامور العاديه اللي بتمر علينا طول اليوم. طبعا. فهو هيقول لي لا مش هقوم اشيلها. اوكي ما تشيلهاش، بس انا ما تستناش مني اني هشيلها، لان انت كده مش هتلاقي هدوم نظيفه تلبسها وانت نازل مثلا. ونفس عارفه اللي هو اسيبه فعلا ياخد العقاب، ولو احنا نازلين حاجات مش هتاثر قوي في نفس الوقت علمته حاجه بالظبط. ولو احنا نازلين فعلا اقول له ما عنديش هدوم جديد، خلاص كله في كله مش موجود. طيب دكتور نورهان، هل التربيه الايجابيه بتحتاج ان احنا نروح للمتخصص او نروح لحد في الارشاد الاسري، او يعني لازم نروح للمتخصص في التربيه الايجابيه؟ لو المشكله اثرت على الطفل في تكيفه مع المحيط اللي هو عايش فيه، لو خلاص المشكله دي هتخلي فيه خطر عليه،
او المشكله دي لا سببت. انا اقصد كاب وام اللي هو ان انا اطبق ده معاهم. لا كاب انا هقول لك كاب وام انا لازم ان انا الجا لمتخصصين اخد كورسات اشتري كتب اللي هو عشان انا عشان انا أنفس. اقدر اتعامل معاه. لكن الطفل نفسه يحتاج متخصص في التعامل دي بنسميها تعديل سلوك. فلما يبقى الطفل بقى داخل في مشكله هتاثر لي على حياته لا يبقى انا لازم اروح لمتخصص تعديل سلوك. طيب احنا في التربيه الايجابيه ما ينفعش نزعق وما ينفعش نعمل حاجات كتير او ناخد رد صارم او عقاب زي ما حضرتك بتقولي. طيب هل ده ممكن يقلل الرهبه اللي بتبقى موجوده الفطريه اللي بتبقى بين الاب والام والطفل؟ بصي هو اصلا الزعيق عارفه انت ما بتزعقي المستقبلات الحسيه بتاعه الطفل وان هو ادراكاته بتقف عارفه بيبقى متنح كده اللي هو انا مش فاهم انت عايزه ايه اصلا. فلذلك الزعيق عموما اصلا بيبقى بيخلي الطفل مش يعني هو رافض انت تعملي ايه هو بيتلجم ومش فاهم انت عايزه منه ايه. ففكره الزعيق طبعا ضد مبادئ التربيه الايجابيه بس ده مش بيكسر الرهبه خالص ما بين الام والاب لان انا اللي هو برضو انا شايفه اللي هو هتعامل معاه كويس وكل حاجه بس يعني لازم يكون في يعني مش عارفه اقولها احترام مش عارفه اقولها ازاي. على فكره الاحترام المتبادل ده من اهم مبادئ التربيه الايجابيه. اللي هو ما يكونش يكون برضو في حدود الاب والام ازاي نقدر نحتفظ بده. لو انا احترمت طفلي هو هيحترمني ولو انا نفذت العواقب بقى يعني خلاص اوكي انت مش هتختار ما بين الثلاث تيشرتات دول زي ما احنا اتكلمنا من شويه فانت مش هتيجي معايا مثلا خلاص انا انفذ ساعتها يحس ان في صرامه من غير بقى زعيق من غير اهانه من غير اي لوم ولا اي حاجه انا خلاص هو عارف ان انا اخدت موقف. طيب دكتور نهين دلوقتي في حاجه اكيد حضرتك بتشوفيها اللي هو في اطفال بيطلعوا يقول ما يقولوش بابي ولا مامي ولا خاله ولا عمه ما فيش اي حاجه خالص. ازاي نقدر نفرق بين الاحترام او الدلع؟ بيناديلك باسمك يعني. بالاسم طيب اوكي انا متقبلاه لكن مثلا حد خاله مثلا عارفه الفكره في عدم ان هو يناديلك باسمك ده ايه؟ عشان هو ما بيسمعش حد تاني يقول لك يا ماما هو شايف زوجك ده طول النهار باسمك او شايف ان انا بنده اخويا. طب ازاي اقدر افرق ان ده عدم احترام او دلع؟ المرحله العمريه مش احنا قلنا كل مرحله عمريه ليها خصائصها وليها مميزاتها وليها طريقه للتعامل معاها. لو هو مثلا 3 سنين زي 5 سنين بالظبط كده 3 سنين ده هو بينده. طيب من سن كام ابتدي بقى اشوف اللي هو لا في حاجات ما ينفعش اقبلها او ايه الحاجات اللي اقدر اعديها قبل الثلاث سنين ما اقدرش اعديها بعد 3 سنين؟ فكره عدم الاحترام ديت ما اقدرش ان لحد سن كام يعني اللي هو امتى اعدي له الكلام ده؟ بصي ممكن نقول ان انا عندي مثلا في الحضانه ممكن الطفل يبقى عنيد في سن الحضانه اللي هو لحد 4 سنين هو مش بيعند علشان خاطر هو عنيد هو عايز يقول انا موجود. لكن الطفل بقى في سن مثلا كي جي 2 اولى ابتدائي كده يبدا ان هو يعند فهو هنا لا ده كده بيعمل سلوك مش صح او سلوك سيء فابدا هنا ان انا اشوف هتعامل معاه ازاي. ده الفرق ان انا اشوف احتياجات كل مرحله واوفيها. اهم حاجه المرحله العمريه اللي هو فيها دلوقتي بالظبط زي ما في سن سنتين على فكره الطفل تلاقيه ابتدى يقول لا يشاور بايده لا هو لسه مش بيتكلم وكل حاجه لا هو بيقول لك لا عشان يقول لك انا هنا لسه كنت بتكلم معاكي بره دي مشكله كبيره جدا صح. لا طب انت بتقولي ايه؟ هو عايز يقول لك انا موجود انا هنا انا معاكم وليا راي وليا قرار زيكم. طب ازاي افرق ان ده ممكن ما يكونش عند او ده بيديني مؤشر ان الطفل ده او الطفله دي هتبقى عناديه؟ المفروض ان افرق انا لا دي ازاي لما هو يقول لا المفروض ان انا اسمعه واحترم رايه. اوكي انت ماشي من حقك انك تقول لا ومن حقك انك انت مش عايز تعمل ده ما تعملوش. لكن بقى عند سن مثلا 4 سنين مداركه اتفتحت وبقى قادر يسمعني فابدا اقول له لا ليه تعالى بقى نتناقش لا ليه عشان انا مثلا مش بحب ده طب مش بتحبه ليه. وعلى فكره هو هتلاقيه بيعكس عليك الفكره دي هو ده حصل ليه وده امتى وده فين. في مرحله اصلا مسمينها ليه فالمرحله دي هي مهمه جدا ان يبقى في تبادل في الحوار وتبادل في النقاش ما بين الام وطفلها او الاب والطفل يعني انه لازم يبقى في نقاش. انا كمان بوصي بده ان هو احنا الطفل ده بني ادم زيه زي بالظبط ما ينفعش اللي هو كلمه احنا بنقولها لا هو كده صح. من غير ليه انا شايفه ان ده الصح لازم نبرر له ونفهمه ونعرفه لا ليه زي ما حضرتك بتقولي هو بني ادم ولازم نخلي عنده شخصيه قويه ما ينفعش نفرض عليه مجرد ان انا مامته او باباه صح. فدي حاجه مهمه جدا لا وان انا اطلب الحاجه منه بطريقه ايجابيه اللي هو ما اموروش
يعني ابدا اقول له انا حابه ان انت تعمل ده، انا هبقى مبسوطه لو انت عملت ده، من فضلك، عارفه لو فكره ان انا ابين له ان في احترام فهو هينعكس عليا، من فضلك انت يعني هتبقى احسن لو عملت كذا بس. وخصوصا بقى لو ان انا معنفش من السلوك اللي هو اصلا غلط فانا اعمل زيه، زي مثلا بيعلي صوته، ما تزعقليش وانا بزعق، اي واروح انا ما تزعقليش، ما ينفعش. هيرد عليا ازاي؟ ما هو ما انا بزعق برضو. طيب في امهات وابهات كتير بيقعدوا يقولوا مثلا قدام قرايبهم او حاجه، ده تعبني جدا، ده غبي غبي قوي، ده صعب، ده مثلا في الدراسه فاشل جدا، ده طبعا ضد التربيه الايجابيه طبعا. طيب ازاي نقدر نحد من ده، من الاشخاص اللي خارجين عننا؟ عارفه ان انت كده بتوصني، عارفه لما بتقعدي تقولي له يا فاشل، انت يا كذاب، بتفرق قدام يا خبيث، حد او بيني وبينه؟ ده الاثنين، وطبعا قدام حد دي كارثه، انت كده بتهزمي له ثقته في نفسه نهائي، بيبقى قاعد عارفه اللي هو يعني يا ريتني مش موجود. وحتى لو انت معاه في البيت طول النهار، ما انت مش فالح، ما انت لو فالح كنت عملت كذا، ما انت مش منظم، ما انت طول عمرك كذا، دي كلها عارفه هو لو ما فيهوش الصفه السلبيه دي هيمشي بقى عليها خلاص. هو انا كده فاشل كده بيتقال عليه كده، انا بالظبط شايف كده بالظبط انا فاشل، خلاص خليني فاشل بقى مش هذاكر بس. فهي الفكره ان انا بوصم الطفل، لا ما ينفعش، لازم ان بالعكس، ده انا لو هو وحش المفروض اقول له انت تقدر، انت شاطر، انت بيقلب بتعرف، بعناد، بيقلب بشخصيه عدوانيه على اي من اللي حواليها. فانا لازم ابقى العكس معاه، انت شاطر وتقدر وبتعرف حتى لو وبرافو هو عليك. في الحقيقه مثلا مش ذكي كفايه او ما عندوش المؤهلات في الدراسه وفي التعامل مع الاخرين، انا اديله الصفه اللي مش فيه. بصي ما فيش طفل مش شاطر، هي اختلاف انواع ذكاءات، يعني في طفل في طفل تلاقيه ذكي اجتماعي يعني عنده ذكاء اجتماعي، في طفل ذكي في الدراسه. فانا دوري كأم برضو لو انا ام واعيه اروح اعمل اختبار ذكاء للطفل واشوف هو يعني نسبه ذكائه كام عشان اتعامل معاها، يعني هي لو كويسه هليها طريقه في التعامل، لو هي اقل من المتوسط مش هعرف ان انا اعلي من ان انا يعني اطلب منه طلبات هي اوريدي ربنا ما حطهاش في امكانياته العقليه يعني. طيب انا عايز اعرف ايه هي اساليب العقاب بالتربيه الايجابيه؟ ما هو بصي هيجي وقت خلاص بنتخنق، بنبقى لازم ناخد رد فعل قوي مع الطفل، زي ما قلت لك عايزه بقى شويه حاجات كده للعقاب. زي ما قلت لك هي ان انا الجزاء من جنس العمل بس. الامثله بقى يعني امثله، انت مثلا دلوقتي ما نظفتش اوضتك، بدل ما انا اعاقبه واقول له ان انت مش هتتفرج على التلفزيون، طب ايه علاقه التلفزيون او علاقه الكرتون اللي هيتفرج عليه بان هو ما نظفش اوضته؟ لا انت ما نظفتش اوضتك، فمثلا لو في حد من اصحابه جاي له النهارده فانت كده مش هتقدر تستقبل اصحابك. في امهات كتير بتعمل كده، في امهات تانية بتعمل حاجه اكيد برضو انت عارفاها، اللي هو كلكم مش كلكم مش كويسين، يعني يكون مثلا حد من اولادها او حاجه عمل حاجه مش كويسه او غلط، فهي سيئه عم يعني السيئه عم. لا بصي ما هو الطفل لازم يحس ان هو مميز حتى لو وسط اخواته، بس مش مميز بان انا اميزه عن اخواته، لا ان هو عمل حاجه كويسه فانت عملت حاجه فاثبت عليها، هما لما يلاقوه ويساب على الحاجه دي بعد كده، بس بعد كده دي مش هتيجي بسرعه، هتلاقي بقى في موجات من التمرد، موجات من الزعيق، موجات من اللي هو اشمعنى اخويا، تمام؟ المقارنه لازم يجي هنا التفاهم. اول حاجه الام ما ينفعش تكلم طفلها وهي واقفه فوق كده وبتشاور له وتبقى معنفه من نفسها، انت لازم تقعدي مع الطفل مستواه زي كده، انت قاعدين باصين لبعض، باصين في عيون بعض، في تواصل بصري، في ان انا مش ضدك، احنا عايزين نوصل لحل وسط، قولي ايه اللي مضايقك، افهم مشاعره. طب ولو ما بيتكلمش؟ لو ما بيتكلمش زي ما كنت بقول لك برده بره، في اطفال ما بتتكلمش. سن قد ايه؟ ما هو 3 سنين ونص مثلا، اللي هو ماك عايط وخلاص، طيب في ايه؟ مش بيقول حاجه، ممكن يسيبني ويمشي مثلا وانا بكلمه. انت شايفه ان سن 3 سنين ونص يقدر يفهم مشاعره اصلا او يعرف هو حاسس بايه؟ طيب 3 سنين ونص هتفرق عن 4 سنين؟ يعني كنت بتقولي ده الشهر، الشهر فعلا، يعني انا حتى عندي بنتي الشهر بيفرق في النمو، بلاحظ فعلا زي ما العلماء كلهم قالوا ان الشهر فعلا بيفرق في النمو، بيفرق بقى في لغه، بتزيد عندها اللغه، بيفرق في ادراك، بيفرق في معرفه، تمام؟ وبعدين السن الصغير ده مش محتاج لكلام قد ما محتاج للعب، وخصوصا ان هو على طول في حاجات اللعب الخيالي، عارفه اللعب الخيالي ده مش بيعتمد على ان يبقى فيه مشاركه، بالعكس ده هو بيقعد مع العابه
وبيندمج وبيحكي قصة، هو ده اللي محتاجه في الوقت ده. يعني بعكس المراهقين، مش هتعامل مع مراهق ساكت زي طفل ساكت يعني. اكيد. طيب خلينا نرجع تاني لاساليب العقاب. تمام. بالامثله زي ما كنت حضرتك بتقول. فاحنا قلنا مثلا طب اخوات بيتخانقوا مع بعض على حاجه معينه، هل انا اروح داخله بقى ومزعق؟ احنا قلنا مش هنزعق، احنا هنقعد وهنتكلم وهنقول احنا مثلا بيتخانقوا على التلفزيون، هو عايز كذا وده عايز كذا، او ده عايز اللعبه دي وده عايز اللعبه دي. طيب اوكي، انت اللعبة دي هتاخدها تايم معين، هتاخدها مثلا ربع ساعة نص ساعة، واخوك هياخدها ربع ساعة نص ساعة. طب حصل كلاش ولا برضو مزعقين ومش هنعمل ده، خلاص يبقى اللعبة تتشال او التلفزيون هيتقفل. فالجزاء من جنس العمل زي ما قلت لك. وممكن ان انا اتبع حاجة تانية، انه الفت انتباه واحد فيهم لحاجة تانية خالص. يعني انت تقدر ان انت تشتغل بحاجة تانية لحد ما اخوك يخلص دي. فيبقى هي الفكره، بصي حوار بسيطه قوي، بس هو الفرق بسيط بين التربيه التقليديه، بس تاخد بالنا من طريقه الكلام. هي الحوار والله اهم حاجه، اني اسمع طفلي واتناقش معاه ويبقى في حلول بديله، اديله فرصه انه يحل، مش افضل نازله عليه ما انت لو نافع كنت عملت كذا، الومه. اللوم ده بيقتل. المناقشه مهمه جدا، بس احنا معانا مداخله من سهير من اسكندريه. أهلا. اتفضلي. ايوه الو. نعم يا حبيبتي. الو حبيبتي اتفضلي. بصي حضرتك، انا معايا ابن بنتي عنده 13 سنه، او في ثالثه اعدادي. سامعاني حضرتك؟ معاكي اتفضلي. الله يبارك لك. مش راضي مذاكره، مش راضي يكتب، مش راضي يروح لمدرس، مش راضي يعمل اي حاجه، وعايز يفضل طول النهار في الشارع، عايز مع الناس اللي مش كويسه او صحاب مش كويسه عايز يبقى جنبهم، وانا مش عارفه اروح. هو عنده 13 سنه؟ عنده 13 سنة. أيوة. طب حضرتك مامته؟ أنا جدته. جدته. حضرتك مامته؟ لا أنا جدته. طيب معلش اسمعيني بس من التليفون عشان الصوت بيتكرر. نعم اتفضلي. نعم. ايه سؤال حضرتك؟ نعم ايه سؤال حضرتك؟ اتفضلي. سؤالي انا ان هو مش راضي يروح لمدرسين، هو في ثالثه اعدادي، هو الوحيد اللي عندي مدوخني. بسم الله ما شاء الله، ولادي التانيين اللهم صل على النبي في كليات هندسه. ما بيحبش المذاكره يعني عامه، ولا مش بيحب ينزل دروس؟ مش عايز يروح مدرسه. لا عايز يروح المدرسه بس مش عايز اذاكر. طب ده جديد عليك. مش عايز اروح في حته. مش عايز مدرس، اجيب المدرس يتهرب منه، اجيب المدرس يعمل منه. يعني هو الفكره في الدراسه؟ نعم الدراسه. طيب انا بشكر حضرتك. الدراسه عادي ماشي. شكرا ده لحضرتك. دلوقتي دكتور نورهان، هو مش بيروح الدروس، وهي لما بتجيب له مدرسين البيت ما برضو بيهرب وما بياخدهاش. بصي السن ده، مش طفل. مش طفل، ده مراهق. السن ده ليه متطلبات اقوى على فكره من سن، هو طبعا المراحل العمريه كلها قويه، بس المراهق محتاج مجهود، مش هقول لك متطلبات، محتاج مجهود اكتر من الام والاب. عايزه كنت اسال يعني، لو انا نعرف منها يعني ايه اللي عمل كده، هل ده جديد ولا هو من هو صغير اصلا ملوش في الدراسه؟ فلو هو من هو صغير مالوش في الدراسه، كان المفروض كأم ان انا اعمل له اختبار ذكاء، اشوف هو نسبه ذكائه كام. طب دي اول حاجه. ممكن تاني حاجه ان هو يبقى عنده صعوبه في ماده او اتنين بتضايقه، فقافل من كل بالظبط، فما حلش الموضوع دوت زمان، فالموضوع خلاص ماشي معاه لحد ما كبر، وبقى محسسه انه ان هو اقل من زمايله اللي معاه، او ان هو مش قادر يحقق نفسه في المدرسه بالشكل اللي هو يرضي اسرته. كمان ممكن ان هو يكون في حاجه في المدرسه بتضايقه، بس هي بتقول هو بيروح المدرسه عادي، بس مشكلته كلها في يبقى انا كده المشكله عندي مش في المجتمع اللي في المدرسه. ما عندوش مشكله مع اصحابه ولا مشكله مع المدرسين، هو عنده مشكله في التعليم نفسه. فانا لازم اقيم قدرات طفلي وابدا اقعد اتكلم معاه. انت لو شايف ان هو مثلا لو داخل ثانوي عام، انت لو شايف ان الثانوي العام دوت مش مناسبك، طب ايه البدائل اللي انت عايزها؟ شايف ان انت هتنجح في ايه؟ اختيارات الاول برضه بالظبط، شايف ان انت ايه المناسب ليك؟ اصل دي حاجه صعبه جدا يعني، بالذات الدراسه حاجه مهمه جدا، فهي كأم اكيد عندها يعني عندها متوتره ومش قادره تتحمل. هي ما ينفعش تقارن. المقارنه
هي بتقول ايه، بصي ولاد عيالي كلهم كويسين. هي المقارنه ممكن تكون حطاه ان هو حاسس ان انا اقل منهم فبيستسلم. ما بيستسلم بالظبط. فهو النقاش معاه وان هي تشوف ايه اللي ممكن من اهتماماته يبقى مفيد ليه وتدي له مساحه. يعني هي بتقول بيحب يقعد مع اصحابه دايما، مفيش مشكله انه يقعد مع اصحابه بس ما بس يبقى في توازن. يعني دكتور نورهان انا بشكر حضرتك جدا، انت نورتينا. التربيه الايجابيه عايزين ننمي الثقافه دي عندنا ونبتدي ان احنا نتعامل مع اولادنا بالشكل ده. بوجه رساله للام والاب ان احنا نشتغل على نفسنا الاول وبعد كده نبص لاطفالنا. يا رب نكون قدرنا نفيدكم. انا بشكر حضرتك دكتور نورهان امين. استنونا في حلقه جديده من ساعه في بيتنا.